بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي الأشعري الصوفي. وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الأشعري الصوفي ولو كره الكريمون رضي الله عنهما وأرضاهما ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين، وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفتهما في الدارين آمين. الباب 57 بعد 100، باب تعجيل قضاء الدين. احنا امبارح اتكلمنا على صلاة الجنازة، وواحد بقى ايه مرة سألني بيقول لي انا لو جيت في صلاه الجنازه لحقتهم في التكبيره الثانيه او الرابعه اعمل ايه؟ فهم؟ زي واحد مثلا لحق الركعه الرابعه او لحق الركعه الثالثه. تقضيها. يعني ايه تقضي؟ يعني هم في التكبيره الرابعه الله اكبر وهيسلموا، وانا بالنسبه لي بقى الاولى انا لسه واصل الله اكبر، يبقى هم بيدعوا وانا بقرا الفتح. فهمت بقى؟ لان بالنسبه لي اولى. هو يسلم ما امشيش انا. وقول الله أكبر وصلي على النبي، وأنا أقول الله أكبر وأدعي للميت، وأنا أقول الله أكبر وإيه؟ وأدعو لسائر المسلمين وسلم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى إيه؟ هتعتبر التكبيرات الأربعة كأنها ركعات، تعملها معاملة الركعات. فهمت بقى إزاي؟ فلو فاتك إحدى التكبيرات هتقضيها بعد التسليم كما تقضي الركعات بالضبط. يعني ما ينفعش مثلا هو مطول في الدعاء تروح انت ايه؟ الله اكبر الله اكبر، علشان يعني تحصله يعني. فهمت؟ ده لا ما ينفعش. عيب. كده عيب. خطأ. وكان يجوز قبل ذلك. في الصلاة قبل كده كان الصحابي لما يوصل مثلا يلاقي النبي في الركعة الثالثة مثلا يروح ايه؟ الله اكبر يقرا الفتحة ويركع ويقوم يخلص بحيث يحصل النبي قبل ما يمشي من التالتة. فاهم؟ علشان يبقى معاه في التالتة ويسلم معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما تعملوش كده. اللي تدركه تعمله. يعني خليك مشغول في نفس الحالة اللي أنت فيها دلوقتي وما تسبقش الإمام بإيه؟ بحاجات تقضيها. إذا أدركتم الصلاة فما أدركتم فأتموا، إيه؟ فأدركتم فصلوا وما فاتكم إيه؟ في رواية فأتموا، في رواية فاقضوا. والاثنين ماشي، بس انبنى عليها بقى إيه؟ لو قلنا فاقضوا يبقى أنا بالنسبة لي إيه؟ يبقى أنا بالنسبة لي مع الإمام في الركعة الثالثة. يبقى أنا هقرأ بالنسبة لي تالتة مش أولى. فهمت بقى إزاي؟ لما يجي يسلم الإمام هجيب أنا الركعة بالنسبة لي بقت أولى، لأن أنا مقضيها. يبقى أجهر وأقرأ فتحة وسورة. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو قلنا فأتمه يبقى أنا بالنسبة لي الركعة الثانية. فهمت بقى إزاي؟ فهينبني ووجهان عند الشافعي. يعني على الرواية دي وجه وعلى الرواية دي وجه والاثنين صحيحة. شفت بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم واسع ازاي؟ فهم؟ نيجي بقى ايه الباب 57، باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة الى تجهيزه الا ان يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. يعني في واحد ايه؟ يعني ما كانش عنده سابق مرض، فجأة كده لقيناه سكت. ايه ده؟ مات ولا ايه؟ معقول نسمع كده
ما بيتنفس، بس ده كان سليم. نقول في الحالة دي ايه؟ ما نتعجلش بدفن، لان في ناس تعجلوا ودفنوا احياء، وحصلت بعض الحوادث، فهمت ازاي؟ فما ينفعش لو مات فجأة وغير متيقن من موته، ممكن يكون غيبوبة مؤقتة اي حاجة، تقوم تفضل ساكت وسايبه، وتجيب بقى الدكاترة وتجيب اللي ما تجيبوش، انت حر. المهم كان زمان يسيبوه لحد ما يظهر عليه اثار علامات بقى ايه؟ بداية التغير. يبقى مات حقيقي بقى، ان شاء الله يسيبوه يومين، فاهم؟ مفيش داعي للعجلة. احنا عندنا مثلا القانون في الطب، مثلا لما بيجي لك يقول لك عيان مات، تعال يا دكتور شوف العيان مات ولا لا، واحنا في المستشفى نقوم نروح نشوف هل في نفس، هل في دقة قلب، عينه، هل الحدقة بتاعته ايه بتتفاعل مع الضوء، بحيث لما تحط ضوء كده تضيق تشيل الضوء توسع، ولا بقت ثابتة، فهمت؟ يبقى عندنا ثلاث علامات كأطباء نقول لعيان ده مات، مفيش نفس، مفيش دقات قلب نبض يعني، والعين لا تستجيب للضوء، فهمت؟ دي ثلاث علامات بنشخص بها الموت حاليا. بالرغم كده الثلاث علامات دي بنشخص بيها، الا ان في بعض الحالات بتطلع ان لحظه مرت بلحظه اثناء الكشف ده كانت في غيبوبه عميقه، وعشان كده نقول ايه؟ نقول المريض توفي ولا ينقل الى المشرحه الا بعد 6 ساعات كمان، نسيبه على سريره. شفت قد ايه القانون كده؟ بعض المستشفيات ساعات ما يراعوش القانون ده، يبقى دكتور صغير مش واخد باله، يقول لك مات خلاص ينقل المشرحه. وحصل ان الراجل في ايه الحانوتي جاي يفتح المشرحه الصبح، لقى واحد بيكلمه. والله ده الراجل مات، الحانوتي مات في المستشفى، مات من خضة، لان الحانوتي كل يوم بيفتح قدامه جثث، فبيفتح لقى واحد بيمد ايده كده بيقول له انتوا نايمني انا في التلج ليه؟ الراجل الحانوتي اتخض ومات، فهمت ازاي؟ فعلشان كده لازم ايه كاطباء ناخد بالنا من الحكايه. والحادثه اللي بقولها لكم دي حصلت وانا نايم، يعني حصلت مش نكته يعني، ده حصل بالفعل في المستشفى. وبالتالي لازم المريض الطبيب لما يشوف حالة ما ماتت في المستشفى ما ينقلهاش من على سريرها بعد ما نشخص ويعمل كل حاجة إلا بعد 6 ساعات. أصل ساعات أهل الميت يقول لك يا دكتور أرجوكوا يجيبوا لك توصية بقى، وقالوا عشان إحنا هندفنه في الصعيد وعايزين نلحق نعمل الإجراءات ونلحق نسافر. يا عم تسافر إيه؟ أنت مستني تموت بالعافية؟ ما تستنى ما تتأكد. في ناس بيعملوا كده ويضغطوا على الأطباء، يقول لك احنا بلدنا بعيده ومش عارف عايزين نشيل وشوف لنا معرفه يا عم، ويجيب لك عضو مجلس الشعبي يجي المستشفى يكلم مدير المستشفى خرجه لنا يا عم. العافيه يا عم كده غلط، ناس بتدفن احياء ساعات، فهمت؟ فلازم ايه نستنى شويه، عشان كده الشرع الشريف مبني على التيقن، فهمت ازاي؟ لان انت اول ما اللي يموت فجاه، غير بقى اما يبقى واحد اصلا هو اصلا بقى له في الايه في العنايه المركزه مده في غيبوبه وكده، وبعدين مات وتوقف خلاص، مات خلاص احنا متيقنين. لان هو لكن المشكله ان في ناس بتموت فجاه، كان لسه بيتكلم لسه بيضحك لسه بياكل وفجاه سكت، الله. هنا بقى اللي بتخاف لا يكون ايه في حاله ايه، لدرجه ان الناس فتحوا مره مقبره لقوا راجل مقرفص على باب المقبره، دليل ان هو ايه كان مش ميت. وبعدين لما قام وقف على باب المقبرة قاعد يخبط حد يسمع يطلعه، مفيش، لدرجة مات مقرفص على قرافيسه. مناظر زي دي كتيرة بتحصل، فهمت بقى ازاي؟ فلازم الواحد يتيقن من موت الإنسان قبل ما يدفنه، واخد بالك؟ دي نقطة مهمة. عشان كده شوف ايه بيقول لك ايه؟ فيترك إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. دي نقطة مهمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
يعني كأن لو الإنسان مقامه عالي كده وربنا هيكرمه يفضل محجوز، مفيش إكرام، مش عارف استنى لما يقضى دينك نكرمك، يفضل محجوز. فهمت ازاي؟ مع انه هو شايف مقامه جنة، اهي جنة، اهي هتدخل الباب اهو مفتوح، لا مش هتدخل، اما يقضى دينك يبقى ادخل. ادي معناها معلقة، محجوزة، محجوزة عن الإكرام، محجوزة عن ايه؟ عن الرحمة، محجوزة عن العفو. فهمت والصفح. فدي مشكلة الدين، دي خطيرة جدا، البني في ناس بتستهين بيه بالذات في زماننا ده. يوم يستدين وهو ناوي ما يردش أصلا، فما ينفعش. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن البراء رضي الله عنهما مريضا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. يعني أنا إيه إن علامات الموت كده داخلة على طلحة، فلو مات أذنوني، يعني أخبروني. النبي بيقول لهم إيه؟ طلحة ده على مشارف الموت خلاص، لما يموت بقى أذنوني عشان عايز يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به، يعني لما يموت عجلوا وآذنوني، حتى لو مات بالليل أخبروني بالليل. أدي معنى إيه؟ عجلوا به. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. نقرأ الشرح. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت مسارعة للإطلاق مما يعقله، يعقله يعني يحجزه ويحبسه ويربطه، منها العقال، عقال الدم، ومنها العقل برضه، لأن العقل يحجز الإنسان عن فعل ما لا يليق، يبقى لأن العقل جاي من العقال. للإطلاق مما يعقله عن بلوغه مع مقامه السني، والمبادرة إلى تجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة والدفن، إلا أن يموت باستثناء من أعم الأحوال، أي في كل حال، هو استثناء مفرغ اعتبارا بوجود النفي من حيث المعنى، كأنه قيل لا يترك المبادرة بتجهيزه في حال من الأحوال إلا حال موته فجأة بفتح فسكون وبضم ففتح، فجاءة أو فجأة، فجاءة أو فجأة، فألف ممدودة أي بغتة، فيترك بالبناء للمفعول ونائب فعلي ضمير الميت حتى يتيقن موته ولو بالتغير. يعني ساعة واحد يموت الساعة 8 تلاقي أهله شايلينه الساعة 11 رايحين يدفنوه. يا جماعة ده لسه الراجل بقاله 3 ساعات بس ميت، اصبروا. أصل تعجيل الميت، تعجيل ميت هي مش لما تتاكد انه ميت اصلا. دي مصيبه على فكره منتشره. مصيبه ومنتشره. فناخد بالنا. اصبر 6 ساعات على الاقل قبل ما تتخذ اي اجراء. فاهم؟ 6 ساعات، حتى لو جالك 2 دكاتره قالوا لك مات، برضه ما ينفعش. اصبر شويه. فاهم؟ فناخد بالنا من الحكايه دي لحسن الناس سبحان الله يبقى عندهم يعني لهفة بدفنه أحب الناس إليه، أول ما يموت يبقى عندهم لهفة إنه عايزين يدفنوه. وفاهمين كده إكرام، ما هو إكرامه أيوه بس لما تتأكد إنه مات بالفعل. فهمت؟ فناخد بالنا من الحاجات دي. حتى فيترك حتى يتيقن موته ولو بالتغير. شوف قد ايه، لدرجه يقول لك حتى لو فضلت مش متاكد سيبه لما يظهر عليه علامات التغير، بطنه تتنفخ شويه، علامات ان مفيش اي دوره دمويه، بقى الجزء السفلي من بدنه كله مزرق، دليل ان كل الدوره الدمويه نزلت بفعل الجاذبيه للجزء السفلي، يبقى ساعتها تتاكد بقى. يعني لازم تستنى لما تشوف علامات واضحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه، قال السيوطي أي محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى تنظر
هل يقضى ما عليها من الدين أو لا انت، ويستمر تعلقها بالدين حتى يقضى عنه سواء خلف الميت وفاء أم لا، كما صرح به الفقهاء ويشهد له عموم الحديث. وشذ الماوردي فقال الحديث محمول على من لم يخلف وفاء، وظاهر أن من عصى بالاستدانة أو قصر في القضاء فذلك حاله، وإلا فالمرجو من الله العفو عنه وإرضاء الخصوم. يعني في الواحد استدان لضرورة وكان عنده نية جازمة للأداء ومات ولم يخلف وفاء، فاهم؟ ده يقول لك خلاص معصور، ربنا هيردي خصوم لأنه ما كانش عنده نية التعدي، فاهم؟ لكن واحد تاني كل ما يتزنق يستلف وما بيردش خالص، استلف من طوب الأرض، يقول لك استلف إيه؟ من طوب الأرض يعني من كل الناس. فالنوعية دي بقى هي دي اللي بتتحبس. ليه؟ لأنه مستهين بحقوق إيه؟ بأموال الناس. لكن واحد بيستدين لضرورة قسوة شديدة وهو عنده عزم أكيد إنه هيسدد، وبعدين مات في الفترة قبل ما يسدد وما تركش وفاء، هو ده اللي قال لك إيه؟ بقى معذور وربنا هيرد خصومه، ما تقلقش. ربنا هيقول لخصمه إيه؟ شوف خد القصر اللي في الجنة ده وسامحه، قول له أسامحه، ده هي كانت 100 جنيه، إيه 100 جنيه دي؟ القصر أحسن منه، يروح مسامحه على طول، فهمت بقى؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي نسخة من الرياض زيادة صحيح، حسن صحيح يعني، ولا وجود لها فيما وقفت عليه من أصلي من الترمذي. وعن حسين بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية آخره نون ابن وحوح بفتح أوله وبمهملتين الأولى ساكنة الأنصاري المدني صحابي، ده من عيلة وحوح يعني بيوحوحوا. يعني ايه بيوحوح؟ بيوحوح يعني ايه؟ طول النهار يقول اح 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 من الالم يعني، يقول لك فلان بيوحوح يعني متالم في لغه ايه؟ المصريين. لما يقول لك فلان قاعد بيوحوح يعني ايه؟ يعني متالم طول النهار، يقول اح 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 يعني من شده الالم. حتى الاطفال الصغيرين تقول له حط ايدك في النار، يقول لك يح يح يعني تلسعني، مش كده برضه؟ يعني معنى وحوح، يبقى ايه؟ إياك أن توحوح أيها الموحوح. رضي الله عنه له حديث، اللي هو إيه وحوح ده؟ ابن وحوح له حديث، ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بالقادسية رضي الله عنه، خرج عنه أبو داود كذا في تقريب الحافظ، أن طلحة بن البراء بتخفيف الموحدة والراء ابن عمير ابن وبرة ابن ثعلبة ابن غن ابن سري بضم المهملة وفتح الراء وتجديد الياء ابن سلم ابن أسد البلوي الأنصاري رضي الله عنه مرضا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال أي لأهلي، كما صرح به ابن الأثير في روايته وقال أخرجه ابن عبد البر والمديني وابن عين، إني لا أرى بضم الهمزة أي أظن طلحة إلا قد حدث فيه الموت، أي بالشروع في النزع، يعني وجدوا إيه؟ في النزع الأخير يعني. وفي رواية ابن الأثير إني أرى طلحة إلى آخره، فآذنوني، زاد ابن الأثير في روايته فإذا مات فآذنوني، يعني إيه؟ أعلموني وأخبروني، وهو بمد الهمز وكسر الدال المعجمة أي أعلموني به، أي بموتي. زاد ابن الأثير في روايته أصلي عليه، كأن النبي عايز يعرف عشان هو عايز يصلي عليه. وعجلوا بتشديد الجيم به، فإنه لا ينبغي ألا، يعني لا ينبغي أي لا يحسن لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهريها، لأن المدينة بيئة حارة شديدة الحرارة، فلو حبست الميت مدة التغير يحصل بسرعة، فاهم؟ زاد ابن الأثير روي أنه توفي ليلا فقال ادفنوني ليلا والحقوني بربي ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاني اخاف علي من اليهود ان يصاب في فيا في ان يصاب في سببي. يعني لما سمع من الرسول ان هو عايز يصلي عليه فهو مات، قبل ما يموت قال لهم ايه؟ ادفنوني وما تقولوش للنبي يجي علشان الطريق غير امن، الطريق الينا ممكن يمر على يهود ويجي في الظلمه
أو يستغلوا الفرصة. فهمت إزاي؟ فمن حرصه على النبي إيه ضحى بإن النبي يصلي عليه. فهمت إزاي؟ من شده وتحبه للنبي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح الصبح، قالوا له ده مات بالليل ودفن النبي الليل وصلينا عليه، قالوا للنبي الصبح. فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه، ثم رفع إليه وقال اللهم ألقي طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليه. والضحك معناه شدة الرضا. وقد روي عن طلحة بن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، أخرجه الثلاثة، انتهى. وتذكير ضمير أهله لعودي على المضاف إليه، وتأنيس ضمير تحبس لعودي على المضاف، رواه أبو داود، اللي هي الجيفة يعني. باب الموعظة عند القبر، يعني تيجي عند القبر تقف تقول إيه عظة كده للناس، تذكرهم بالموت وعدم التكلف على الدنيا وعدم الحرص عليها والتنفس فيها بالحرام، وتذكرهم بالطاعات وبسرعة التوبة. الحاجات دي كلها مهمة، لأن الموضع ده بيبقى الناس كلها عندها قابلية لأنها تتعظ، فدي فرصة بقى. باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته. المخصرة اللي هي يعرف انت العصاية اللي بتوصل لحد خصرك علشان تسند عليها، تبقى بتوصل لحد وسطك، يسموها مخصرة يعني عشان تسند عليها. فاهم؟ جاي من الخصر اللي هو ايه، منتصف الجزع. فالنبي كان معاه عصاية بيستند عليها، جاء انتظر وبقى ايه ماسك العصاية كده وهو قاعد، ايه ينكت بيها في الارض، يعني يخبط بيها في الارض كده، دليل انه ايه في عمق تفكير، يعني بيفكر في شيء بعمق. ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، افلا نتكل على كتابنا؟ ادام الحكاية مكتوبة بقى، طب ما نقعد بقى ننام ونعمل اللي احنا عايزينه والحكايه مكتوبه. ده بيفهم غلط. فقالوا: يا رسول الله، افلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا. ما فيش حاجه اسمها نام وتكسل، اعمل. كل ميسر لما خلق له. اذا كنت من اهل الجنه هتلاقي عمل اهل الجنه عليك سهل وحلو وبتحب تعمله. ولو واحد بقى بالعياذ بالله من اهل النار، تلاقي عمل اهل النار بالنسبه له هو منتهى اماله، يبقى مبسوط قوي بعمل اهل النار. كله ميسر، لان ربنا ايه سنيسره للعسره، ده للكافر وللعاصي، والتاني سنيسره لليسر. فاهم؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. نقرا الشرح. باب الموعظة مصدر ميمي بمعنى الوعظ، وهو التذكير بعذاب الله تعالى الزاجر عن مخالفته وبثوابه الباعث على طاعته عند القبر، لأنه حينئذ أنجع، يعني أشد تأثيرا. كلمة أنجع يعني إيه؟ يعني أشد تأثيرا. وذلك لأن رؤية الميت وذكر الموت يرقق القلب ويذهب غلظته. عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال: كنا في جنازة لم أرى من عين اسمها، في بقيع بفتح الموحدة وكسر القاف بقيع، فعين مهملة وسكون التحتية، الغرقد بالمعجمة والقاف بوزن جعفر. هو كما في النهاية ضرب، يعني نوع من شجر العضاء، شجر الشوك يعني، وشجر الشوك. الغرقدة واحدة، زي ما قلت لك الغردقة بتاعت مصر دي هي اسمها الغرقدة، لأنه كان يهود مصر بيزرعوا فيها الغرقد حتى لا ينتهي شجر الغرقد، عشان بيعملوا فسايل هناك عشان لما يروحوا أرض المعاد ياخدوا معاهم.
فكانوا اي بلد يروحوها اليهود ياخدوا معهم فسائل الغرقد يسرقوها، لانهم عارفين ان في الحرب الاخيره الغرقد الوحيد اللي هو مش هيشهد خلف يهودي يا مسلم تعالى فاقتله، الغرقد الوحيد. فهم باستمرار مرتبطين بزراعه الغرقد. فكان بقيع الغرقد ده كان يهود المدينه بيزرعوا فيه غرقد. فهم؟ فلما اتخذوه المسلمين مقبره ايه فضل اسمه بقيع الغرقد بالرغم انهم شالوا منه شجر الغرقد. فضل مشهور بكده. زي الغردقه اللي هي كانت اصلها الغرقده بس قلب مكاني. فضلت برضه بعد ما يهود مصر مشي وشلنا منها الغرقد برضه ايه؟ فضلت اسمها الغرقده او الغردقه. فنفس الحكايه بقيع الغرقد، كان يهود المدينه يزرعوا فيه غرقد اللي هو الشجر الشوك الخاص باليهود وغير مثمر. هم عندهم الخبر ده في التوراه ان الحرب الاخيره مع يعني مع المسيح لما ينزل يقتلهم والمسلمين يقتلوهم لو اختبأ خلف اي حاجه ولو جدار ولو جبل ولو حجر ولو شجر هيقول يا مسلم خلف يهودي فاقتله الا الغرقد هيسكت. فاهم؟ يعني هم عارفين. وبالرغم من كده يا اخي غبي هو. ليه؟ اصل بيقول لك احنا شعب الله المختار. هو بس ربنا بيعمل كده عشان يخوفنا لكن احنا مش هنخاف، لكن هو مش هيعذبنا. شو ادي طريقه منطقهم الغبي. زي ما يقول لك واحد كده ايه عيل كده ابوه مدلعه وابوه كل شويه يقول له هضربك، يقوم الواد برضه يتمادى يقول لك اصله بيحبني مش هيضربني، ده هو بيقول كده بس. شغل دلع. فهمت بقى؟ فما ينفعش. يعني كفروا على علم، يعني كفروا على علم. ضرب من شجر العضاء وشجر الشوك، والغرقدة واحدة، وبقيع الغرقد مقبرة المدينة. قال في النهاية قيل لها ذلك لأنه كان فيها غرقد وقطع. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. قال في النهاية هي ما يختصره الإنسان فيمسكه من عصاة أو عكاز أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه. قلت والمراد هنا عصا ذات رأس معوج. فنكس أي طأطأ رأسه. وذلك يكون عند التفكر والتدبر. وجعل من أفعال الشروع ينكت أي يؤثر في الأرض بمخصرته أي يضرب الأرض بطرفها. قال في النهاية وهو فعل المفكر المهموم. ثم قال ما منكم من مزيدة لتأكيد استغراق النفي في أحد، ما منكم من أحد إلا قد كتب بالبناء المجهول مقعده بالرفع نائب فاعل، ويجوز نصبه على الظرفية ونائب الفاعل مستتر. من النار إلا قد كتب مقعده من النار. قدم ذكر مقعدها لأن المقام للوعظ وهي أنجع. يعني بدأ ليه بالنار النبي قبل ما قال الجنة؟ لأن هنا مقام زجر. عايز يفوق الناس المغمورة بدنياها وناسي آخرتها. فابتدى كلامهم عن النار الأول. فاهم؟ فالكلام يكون إيه مطابق للحال السامع. بخلاف ما تلاقي واحد جزع وبيعيط خايف من ربنا قوي، واخد بالك؟ تقوم إيه؟ تكلمه بالبشارة. تقول له أبشر خير، ربنا غفور رحيم كريم. فاهم؟ لكن لما تلاقي واحد متجبر ربنا شديد العقاب، تديله بقى على دماغه. فهمت بقى؟ فلازم تراعي حال السامع ايه في الكلام المناسب لحاله. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ وقد ذكر مقعدها يعني بدأ بالنار لأن المقام للوعظ وهو أنجع يعني أشد تأثيرا فيه من قرينته، لأنها من باب النذارة وهي أنجع من البشارة، ومقعده من الجنة. والمراد أن أهل الجنة كتب في الأزل مقعدهم منها وكذا أهل النار، ويدل على إرادة ذلك المقام. وما بعد إلا من الجملة في محل الحال، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما منكم أحد في حال إلا حال كتابة مقعده منهما في الأزل. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ من الاتكال وهو الاعتماد، أي أنا أعمل مع ذلك فلا نتكل
على كتابنا أي مكتوبنا السابق من سعادة وضدها. قال الشيخ زكريا في تحفة القاري: والقائل هو سراقة بن مالك ابن جعشو أو أبو بكر أو عمر أو علي الراوي. شوف كم أو ربما هم كلهم إيه قالوا كده. قلت: ولا مانع من كون كل سأل بدليل. فقالوا فقال: اعملوا أي ما أمرتم بعملي من التكاليف الشرعية، فكل منكم ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاوة بعمل السعداء أو الأشقياء. وذكر تمام الحديث، جاء في رواية البخاري قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة. يعني مش تدفن وتجري، اقعد شوية كده عشان الميت يأنس بيك لحين ما يراجع ايه رسل ربك. فهم؟ وتقعد ساعة، يعني مش شرط ساعة اللي هي 60 دقيقة، يعني مدة شوية، مدة لحد ما ايه يقول لك يلا نمشي بقى. قلت ازاي الناس المتعجبة يلا انتوا قاعدين ليه يا جماعة؟ يبقى كده كفاية. فهمت؟ يعني متروكة للعرف، مش تقعد 60 دقيقة أو تقعد مثلا 120 دقيقة، ما تفرقش، لا هي متروكة للعرف. عمرو بن العاص قال لهم: اقعدوا بقدر قراءة سورة البقرة حتى أراجع إيه رسل ربي. وقال لهم في رواية تانية: حتى ينحر جزور ويوزع ويقسم على الفقراء. شوف انت بقى اما تجيب جمل تذبحه وتسلخه وتقسمه وتقطعه وتوزعه على الفقراء ياخد قد ايه؟ حسبوها قال لك قد قراءة سورة البقرة نفس الوقت، هياخد لها ساعتين وشوية. فهمت ازاي؟ او ساعة ونص لو سريع انت في سورة البقرة تجيبها في ساعة ونص. لا انا بجيبها في نص ساعة. اما انت ما بتمدش ولا بتغن ولا بتعمل حاجة، انت قاعد بتعوج ما بتديش الحروف حقها. فهمت بقى؟ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني، هو مدفون هنا في القاهرة في السطح المقطم تحت، قيل في مسجده اللي هو عمرو، والراجح أنه مع عقبة بن عيه ابن عامر. قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور. يعني ايه جزور؟ يعني ايه جمل يعني. ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب ان يقرأ عنده شيء من القرآن. الله، لو واحد وقابي يقول لك لا. طيب تقول لا للإمام الشافعي هزوت. ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسن. يقسموا يعني القرآن ختمة كده، كل واحد يقرأ له جزء، يبقى معاهم 30 جزء كده. كانوا زمان ما بيعملوش كده، كل الناس حافظة القرآن. أنت اقرأ الأول وده الثاني وده الثالث وده الرابع والخامس، يعني 30 واحد خلصنا القرآن. كل واحد ياخد له جزء يقعد يقول. فهمت؟ يعني معناه الجزء بياخد في المتوسط ايه؟ من نص ساعة لساعة. لو قراية بطيئة تاخد ساعة، لو قراية سريعة. أنا بياخد معايا مثلا 25 دقيقة بقراءة.
ساعة لما أكون شوية كده ونفسي مستريح أخده في تلت ساعة. في ناس بتاخده في ساعة، قرايته بطيئة شوية، أو ساعة إلا ربع، كل واحد على حسب. يعني معناه يعني إيه، تقعد شوية كده قد ما بتقرأ جزء القرآن. والوهاب اللي يقول المعترض قول له مش أنت. باي باي، مع السلامة. توكل على الله. لا هو عايز يمشي وياخدك معايا. طب انت تاخدني معاك ليه؟ سيبني انا هقعد اقرا انا. اصله مش حيو... انت مالك يا سيدي؟ ما يوصلش، انا هقرا برضه. هكذا يعني عندهم سخافه بطريقه عجيبه الشكل. فسيبك من السخفاء دول. باب الدعاء للميت بعد دفنه، لان ذلك اول مفارقه للدنيا ونزوله بمنزل لا يألفه ولا يعرفه، فيناسب الدعاء له بالعفو والغفران والتثبيت ودفع هوله، والقعود عند قبره بعد الدفن ساعة قدر نحر جزور وتفريق لحمه للدعاء والاستغفار والقراءة، أي عليه، فإن الرحمة تنزل عند قراءة القرآن فتعمه فتعود عليه بركتها. يا وهابي. وعن أبي عمرو بفتح المهملة، وقيل أبو عبد الله ولده من بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توفي مراهقا من ديك نقر عينه. عشان كده من كنية سيدنا عمرو إيه، إسعى عثمان أبو عمرو، أخذ بالك. وقيل أبو ليلى عثمان ابن عفان، تقدمت ترجمته رضي الله عنه في باب فضل الزهد، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ بالبناء للمفاعل، للمفاعل عندك المفعول، إذا فرغ يعني من دفن الميت، أصل مكتوب للمفاعل، المفاعل النووي، ها؟ في الهامش قال المفعول، في الأصل المفعول، والصواب ما ذكرناه. يعني إيه مصمم؟ ممكن بالجواب. يبقى إذا فرغ من دفن يبقى للفاعل، ونشيل الماء يبقى إيه؟ خليها للفاعل على أساس فرغ، ونشيل الميم بس، للفاعل بدل المفاعل نخليها للفاعل ونشيل الميم، عشان تمشي مع إيه التشكيلة. أصل لو المفعول تبقى فرغ تحط ضمه، لكن هو مش حاطط ضمه على الفاء، مش كده؟ الفاء مفتوح. لو كان للمفعول كان يبقى اذا فرغ تبقى للبناء للمفعول، لكن نقول فرغ يبقى للبناء للفاعل، وشيل الميم بقى اللي مخلاها مفاعل دي مضايقانا. اذا فرغ بالايه، بالبناء للفاعل من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا، اي اسالوا الله غفر الذنوب لاخيكم، وفي التعبير ايماء الى السبب الداعي للدعاء له، لان شان الاخ الاهتمام بنفع اخيه، وسلوا له التثبيت، اي ان يثبته الله عند سؤال الملكين له في القبر عن ربه ونبيه، فانه اي الاخ الان ظرف لقوله يسال بالبناء للمفعول، أي يسأله الملكان، أي والدعاء له بالتثبيت، ربما كان بفضل الله تعالى سببا لتلقينه حجته وكفايته من القبر وفتنته. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إذا دفنتموني فأقيموا، أي امكثوا حول، أي عند قبري قدر ما ينحر بالبناء المفعول جزور بفتح الجيم وضم الزاي، وهو المنحور من الإبل ذكرا كان أو أنثى، ويقسم لحمها ببناء الفعل للمجهول أيضا، حتى تعليلية، أي كي أستأنس، أي آنس بكم، والسين فيه للمبالغة، وأعلم ماذا، أي أي شيء الذي أراجع به رسل ربي. وكأن حكمة ذلك والله أعلم أن النوع الإنساني يأنس بمثله ولو من وراء جدار، وإذ آنس الإنسان سكن قلبه واطمأنت نفسه، وإذا كان كذلك ثبت في بيان ما يطلب منه بيانه، بخلاف النفس عند الوحشة والقلق والاضطراب والفرق، هي كتبها الفرق بفتح فكسر
مما ابتعد، لا هي حقها الفرق الخوف فرق بفتح الراء، كان حقه يخليها كده، والفرق مش بالكسر يعني الخوف بفتح الراء معنى الخوف، يبقى الفرق بما فتح الراء وهو الخوف. فإنه يختل عليها الأمر في الجواب والله الموفق. رواه مسلم وقد سبق الحديث بطوله في باب الرجاء. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن ليصيبه من الرحمة النازلة على القراءة للقرآن نصيب، وإن ختموا القرآن أي قرأوه عنده كان حسنا لعظيم فضله. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله باب الصدقة عن الميت والدعاء. يعني بعد ما مات بقى وروحنا وبقى له ميت بقى له سنة واثنين وثلاثة، هل ممكن يستفيد بأشياء أخرى تضاف له أم لا؟ ده موضوع غدا بقى إن شاء الله، وما تقولوش للوهابية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وملائكة جنادك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.